الكبرى التي أعلنت انطلاقتها الأولى عند نقطة البداية 4 كيلومترات عندما حضر هذا الحضور المشرف لنرحب بالحاضرين، لنرحب بسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. مرحبا بك يا أبو زايد، مرحبا بك باسم الجميع، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ليتواصل الدعم الكبير، ليتواصل العطاء وتسعيرة حجن الرئاسة وتسعيرة مرضية التي أرضت الجميع ورضت السيوف، لنرحب بمعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار سيدي رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الحجن العربية الأصيل. مرحبا بك ابو حمدان، وترحيبنا كذلك بسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وترحيبنا كذلك بالشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان آل نهيان. لنرحب بكافة الحاضرين بالمتابعين عبر قناة ياس والقنوات الناقلة دبي ريسينج والقنوات التي تبث هذا الحدث الهام عبر العالم، العالم المنتظر لكأس في جائزة زايد الكبرى 4 كيلومترات إضافة إلى 1.5 مليون يلي تتابع. ابتسم وانت تبص نحو المقدمة، مقدمة الشوط. المركز الأول من يسيطر مع العنود، العنود اللي ملت المركز الاول، من يسليني ليا ضاق فيني فضاي دام ما يملى مكان العنود الا العنود. يا الشامسي مع المركز الاول يقدم لنا شعار من خلال الانطلاق عبد الله بن مطر بن عميره. الشامسي ياتي مع المركز الاول ليقدم لنا العنود. المركز الثاني ثاني المراكز دعاديع القادمة بكل قوة، طواري غرامة شرعت بابي المقفول وساقت دعاديع الغلا بيني وبينه. مرغم تتقدم مع دعاديع ليتقدم الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. أيضا القدوم الوصول من الحروق، الحروق ونشمي بن حمد بن متعب العامري يقدم لنا الحروق. المركز الثالث القدوم الوصول من شعار البطين مع المركز الثالث مع سيوف علي بن عبد الله البطين المري. آخر 1500 متر يا متابعين يا مراقبين. أيضا القدوم الوصول الانضمام من رحيل محمد بن سعيد بن حمدش الخيالي يقدم لنا رحيل. أيضا الانضمام الوصول الانتفاع من المركز الثاني، القدوم من العزرة محمد بن حمد بن صالح العامري. ولكن كاس الحقايق، كاس الحقايق، أوصلوا أوصلوا أهل السلطنة، أهل السلطنة. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، جائزة زايد الكبرى يا ابن السهران، يا ابن السهران. مع المركز الأول يقدم شعاره مع سهرة، مع سهرة علي بن راشد بن السهران العمري. المركز الثاني القدوم والانضمام من أسرار علي بن عبيد بن سالم الخيالي، الخيالي إلى الكاس، إلى الكاس. أهل رماح، أهل رماح، أهل رماح، أقوى السلاح يا الخيالي، يا الخيالي. اللحظات الأخيرة طاروا أهل رماح، طاروا طاروا أهل
العالم احتاروا اسرار الاسرار المكشوفه الاسرار المكشوفه الخيالي وابن السهران مع سهره ما بين سهره ما بين اسرار وسهره هذه السهره اللي ما فيها اسرار يا الخيالي اسرار يا الخيالي مصر الخيالي الخيالي الارماح كاس الحقائق جائزه زايد الكبرى مشكور يا الحكماني ارماح هم اهل النجاح هم اهل اقوى السلاح تهانينا لمالك اسرار تهانينا لك يا الخيالي على هذا الفوز والانتصار الحكماني احكم القبض على الكاس والمليون والنصف تهانينا لمالك اسرار حميد بن سعيد مالكي اسرار علي بن عبيد بن سالم الخيالي تهانينا على هذا الفوز المركز الثاني هداده مع المركز الثاني ولا سهرة علي بن راشد بن السهران وهنا التوقيت الزمني لحظة الوصول والفوز 5:40 وخمس أجزاء من الثانية مشكور يا مالكي أسرار علي بن عبيد بن سالم الخيالي ومشكور يا الحكماني يا سالم سلمت يمينك على هذا الكاس 5:41 وسبع أجزاء من الثانية توقيت سهرة تهانينا لعلي بن السهراني العمري على هذا الفوز المركز الثالث فازت معنا ثالثا سمحة لمسلم بن أحمد بن حسن العامري 5:42 وسبع أجزاء من الثانية بينما المركز الثالث كان الوصول بخمس دقائق أم المركز الرابع 5:44 وست أجزاء من الثانية فازت في المركز الثالث ألا وهي الحذرة لسهيل بن رملي بن محمد العامري نعم رابعا وخامس المراكز 5:45 أجزاء من الثانية من فازت بالمركز الخامس تحمل رقم 35 ألا وهي سهرالي سالم بن كميدش بن علوبة هكذا بن حضيرم سهرة جميلة وممتعة في أقوى المهرجان.